صباح الخير عليكم مشاهدينا، أجمل الصباحات وين ما تكونون. نتمنى لكم يوم سعيد ورفقة جميلة ببرنامج صباحكم بكل فقراته المتنوعة. صباح الخير مشاهدينا وين ما تكونون، رحب بكم بحلقة جديدة ونهاية أسبوع طيبة على الجميع. وننتقل وياكم إلى فقرة عدكم خبر، وحتى نشوف شنو هي آخر وأحدث الأخبار. شهدت عدة دول في منطقة الشرق الأوسط هزات أرضية متتالية دون أن تخلف أي إصابات. ففي العراق سجلت هيئة الأنواء الجوية والرصد الزلزالي حدوث هزة أرضية صباح أمس بقوة 4.5 درجة في محافظة نينوى. وفي لبنان بحسب المعهد الأورو متوسطي لرصد الزلازل ضربت الهزة شرق البحر المتوسط قبالة الساحل الجنوبي للبلاد، وشعر بعض السكان بالمناطق الساحلية اللبنانية بالهزة لليوم الثاني على التوالي. وفي فلسطين ضربت الهزة شمالي البلاد واستمرت 10 ثواني، وشعر المواطنون والسكان من مختلف محافظات الضفة الغربية بالهزة. أما في إيران فقد ضرب زلزال بلغت قوته 5.5 درجات على مقياس رختر قرية درس في محافظة فارس جنوب غرب البلاد. وتأتي هذه الهزات المتتالية بعد الزلزال الأخير المدمر بقوة 7.7 درجة على مقياس رختر الذي ضرب جنوبي تركيا وشمالي سوريا فجر الاثنين يوم 6 من هذا الشهر الجاري. إلى أسباب التأخير الحاصل بإصدار الجوازات، قالت مديرية الأحوال المدنية والجوازات والإقامة في وزارة الداخلية أنه أسباب تأخر صدور الجوازات الاعتيادية يأتي بفعل التحضيرات اللي تنفذ في مديرية الأحوال المدنية لإنجاز الجواز الإلكتروني، وهو ما يتسبب بتأخير ضمني في إصدار الجواز العادي للمواطنين فضلا عن تضاعف أعداد المعتمرين في موسم العمرة، الأمر الذي سبب ضغطا كبيرا على مكاتب الجوازات. مدير عام الأحوال المدنية والجوازات والإقامة اللواء رياض الكعبي أضاف في بيان أن مديرية الجوازات تعمل بأقصى طاقاتها لتجاوز هذا التأخير، مؤكدا وصول كميات جديدة من الجهة المجهزة في العراق والبالغ 50,000 جواز جديد من أصل 1,000,000 جواز تم طلبها، ما سيعجل من مسألة تخفيف في الزخم وإنجاز معاملات المواطنين. أكدت وزارة الاتصالات عدم مطالبتها بتقديم أي مستمسكات أو معلومات أو شروط أو متطلبات معينة للاشتراك في خدمة الإنترنت، مؤكدة أنها راح تكون بأي شركة راح تتحاسب أو أي وكيل يطلب هذه التفاصيل. وفي بيان رسمي دعت وزارة الاتصالات المواطنين على الاتصال على الهواتف للشكاوي والإبلاغ عن مثل هذه الحالات لاتخاذ ما يلزم بحق المخالفين. توقعت هيئة الأنواء الجوية تساقط للأمطار وتصاعد للغبار في الأيام المقبلة، مبينة أنه طقس يوم غد الجمعة سيكون صحوا مع بعض الغيوم في جميع مناطق البلاد ولا تغير في درجات الحرارة في الأقسام الوسطى والجنوبية، ترتفع قليلا في القسم الشمالي من البلاد. وفيما توقعت هيئة الأنواء أن يكون طقس السبت غائما جزئيا في المنطقتين الوسطى والجنوبية، وتوقعت أيضا أن تنشط حركة الرياح في يوم الأحد المقبل وتكون في الأقسام الشرقية والغربية خفيفة إلى معتدلة السرعة بسبب تصاعد للغبار. أما درجة الحرارة فسترتفع قليلا، والآن نروح نشوف أخبار الحالة الجوية.
ومن درجات الحرارة إلى حركة المرور في شوارع العاصمة بغداد. مشاهدينا احنا بعدنا مستمرين بفقراتنا الصباحية، لكن بعد هذا الفاصل. احيانا بحياتنا نستعجل بقراراتنا ونستعجل حتى باحلامنا، واحيانا الاقدار يعني تاخذنا لاشياء احنا اصلا ما وصلنا بانه نحلم بيها، نحلم باشياء ابسط لكن اقدار ضامت لنا اشياء اكبر واوسع، لذلك لازم نكون احنا هادئين ونعرف انه شنو اللي راح يجينا وشنو اللي راح يعوضنا عن الاشياء اللي فقدناها والاشياء اللي ما قدرنا نحققها، لذلك اليوم ضيفنا عنده قصه جميله تقريبا تحاكي هذا الموضوع. معنا اليوم راح نستضيف ويانا عبر سكايب وضيفنا الأكاديمي والممثل اللي شارك بالعديد من الأفلام والمسلسلات الأمريكية، وهو أيضا عضو بنقابة الفنانين الأمريكيين. ينضم ويانا الكاتب والمخرج العراقي إبراهيم الزبيدي. أهلا وسهلا إبراهيم. أهلا. طبعا وسهلا. إبراهيم من كاليفورنيا. أي كاليفورنيا لوس أنجلوس. إبراهيم، بداية يعني واحد يسمع أنه شاب عراقي وصل إلى هذا المجال الصعب، وإحنا كل الزين طبعاً اللي مطلع على هذا العالم يعرف أنه شقد أكو صعوبات واستحالة أنه توصل للسينما الأمريكية، وشقد أنه بيها تنافس، وحتى أتوقع المعاهد ما تقبل أي شخص، فشوية يا ريت تحكي لنا فد نبذة مختصرة عن بداياتك. مثل ما تفضلتي، صحيح هنا المنافسة صحيح مفتوحة بس صعبة جدا. هنا تشوف الشعب الأمريكي، مو بس الأمريكان، من كل الجنسيات من العالم هدفهم يدخلون هوليوود. يعني أنا شايف هواي ناس جايين من أستراليا عايفين كل حياتهم مجرد أن يطلع بمسلسلة أو بفيلم قصير هنا بهوليوود. فتشوفين هنا أكو ناس مبدعين هم أصلا موجودين هومليس بالشوارع، يعني مشردين. جدا صعبه هنا المنافسه موجوده. صح. في هوليوود، فخصوصا مثل ما تفضلتي المعاهد هنا صعوبه تقبل واحد، لازم الا بمعدل. يعني انا دخلت الكولج اللي هي سنتيا مثل ما حد عندنا قدم وياي هوايه طلاب، فما حد يعني مو بسهوله نقبله الطلاب، لازم الا معدل. احنا هنا شيء اسمه GPA اللي هو مثل المعدل عندنا، لازم 3.6 يلا يقبلوه. فهواي طلاب وياي ما قبلوهم بهذا المجال. وحتى قسم الاخراج، يعني احنا بالسينما عده مجالات، كتابه سيناريو، اديتنج، ساوند، كل هاي الاخراج لازم عنده هواي شروط مطابقه لهم يلا ينقبل بهذا المجال. وايضا التمثيل بهوليوود صعب جدا، يعني واحد يكون عضو نقابة الممثلين الأمريكيين يعني تقريبا أنا أقول يعني شبه مستحيلة اللي شخص يبدي من البداية إذا ما عنده أي أحد هنا يساعده، لأن لازم يكون مشارك بثلاث أفلام أو ثلاث مسلسلات تابعة لليونيون اللي هو النقابة، بعدها يدفع الفيز يسموها مالتها اللي هي مثل الضريبة يلا يقدر ينضم. بعد هنا تبدي المشكلة الأكبر، أنه هو أصلاً ما عنده أي كريدت بالمسلسلات، فشلون راح يقبلوه؟ يعني لازم هو يثبت جدارته بين 20-30 واحد جاي مقدمين للفيلم. زين، أريد أعرف شو وقت بلشت، بأي سنة؟
أنا وصلت أمريكا سنة 2011، تقريبا سنة 2012 بديت أشتغل بالمسلسلات كمستشار لغوي وثقافي، يعني أكو أفلام عربية أفلام عراقية كنت أروح بيها، يعني أتدخل بكل خصوصياتها. يعني أكو فيلم اسمه شرطة الرمادي، يعني أول ما دخلت كان عبارة أنه إزاي المكان، الديزاين مال المكان كليته كان يعني أنا اللي أتحكم بيه، اللغة مالت الأصحح اللغة. طبعا إحنا عندنا هنا مشكلة أنه دائما يجيبون شخصيات هم مو عربية، هم يعتبرون ان احنا كل الشرق الاوسط هو عرب، فاني دائما يجيبوا لي افغاني، يجيبون هندي، يجيبون باكستاني، صح. حتى ايراني، كانت خصوصا هواية يعني اكو افلام او انتاجات تطلع العربي يطلع يحكي اصلا ربش، ما معروف اي لا، مو هي هاي المشكلة، انت لازم تقرا اللي احنا نسميه الكابتشر او السب تايتل جوا حتى تقدر تعاني. بالنسبة لي اللي ادربهم من جابوه على الفيلم يقول لي هاي سوت، اقول له زين هو اذا جايب لي يعني واحد ايراني، انا يعني عندي فيلم بشرطة الرمادي جايب لي طفل ايراني لازم يمثل طفل عراقي، يعني انا 3 اشهر اشتغل وياه من طلع ما حد يفتهم عليه. مشكلة. يعني هاي مشكله كبيره هنا أنا بهوليود. المخرجين والمنتجين اول شغله انه احنا العرب هنا ما حد يساند واحد الثاني. الشغله الثانيه انه بعض الدول مثلا يعني من افغانستان من ايران هذول يعني واحد يدعم الثاني، خصوصا الممثلين الايرانيين دائما ياخذون ادوارنا هنا الادوار العربيه. انا اريد ابراهيم اعرف من عندك بيهايند ذا سينز، وراء الكواليس من تفاصيل واسرار واشياء ممكن انت تقدر تخبرنا عنها، كونك انه انت بعد دخلت بهذا المجال اللي الناس ما تعرف عنها شيء. طبعا هو يعني مجال كبير ضخم، طبعا الانتاج هنا بهوليود يعني كل شخص الى واجبه والى عمله، يعني الكوستمز ديزاين اللي يسوون مثلا الملابس والهذا يمكن 5 يشتغلون بالمكان وعليهم سوبرفايزر واحد وعليهم مانجر، يعني يصرفون مبالغ طائله. يعني اقل فيلم كلف 22 مليون دولار، يعني مثلا اكو افلام عربيه يسووها هنا انا شارك بيها، اكو استوديو قريب علي هنا من البيت تقريبا 30 دقيقه، هذا مبني يشبه الشرق الاوسط، يعني اي فيلم عراقي نصوره هناك، اي فيلم عربي نصوره هناك، فيلم افغاني صوروه بنفس المكان. هم يحاولون يعني يغيرون المكان، يعني مو يغيرون المكان قصدي يعني يغيرون الديزاين مالته، يضيفون يعني اليافطات اي يغيرون شيء. انا كان واجبي واحده من هاي انه حتى القطع، في يوم من الايام اكو فيلم كاتبين لي قطع الحروف عربيه بس ما جاي اعرف اقراها فغيرتها كلها. مثلا اكو يعني احنا عندنا هنا بهوليوود كل العالم موجود هنا، كل الاستوديوهات تريد تصور بايطاليا هم طبعا يقولوا لك انه احنا صورنا بايطاليا بس هي هنا. انا يعني اكو مسلسله شاركت بيها اسمها ذا لاست شيب، السفينه الاخيره، هي مشهوره جدا هنا. اكو حلقات صورنا على اساس بالمغرب، هي هنا لا بالعكس موجوده هنا بهوليوود. مثلا باليونان صورنا هنا، بالجزائر صورنا هنا، كلها هنا موجوده. المعدات طبعا اللي يستخدموها يعني اعتقد ما موجوده بكل العالم. الكاميرات يعني اكو كاميرات انا مشتغل وياهم سعرها 150 الف دولار، حتى احدث من الريد دراجون الموجوده، يعني انت ابسط انتاج هنا شركه انتاج صغيره عندهم الكاميرات الريد او الالكسا، الاضاءه، كل الشغلات الموجوده، حتى مثلا الساوند اللي موجودين يعني 10 يشتغلون بالساوند. الكاميرا ايش قصة لك ما جاي لبغداد؟ والله تقريبا 13 سنة. لعد انت ما تدري باللي دي يصير بغداد. والله احنا هنا عندنا يعني صارت الالكسا، صارت الالكسا يعني ابسط كاميرا تصور بالاعلانات، اعلانات نصور بها يعني شغلات بسيطة يعني مو يا مو سينما. حلو هذا الشيء. طبعا بس اتمنى انه يعني الريد مو كلش مرغوبة، المضمون بالمناسبة الريد خطية نايمة على قلوب الشركات، حتى ما حد يأجرها هنا ببغداد.
انا ما احب اشتغل بالريد لانه اي متعبه، الريد لها اناره صعبه شويه. اي شويه مشكله بالكلر يعدها زين. بس اكو تفصيله اريد اعرفها من عندك، هناك انت أي. اللغه حتى تمثل يحتاج لك لغه، ولغه مو اعتياديه، لازم الاكسنت يكون كلش صحيح وحتى تقدر تدخل بهذا المجال. شنو سويت؟ شنو اللي دت تحاول انه تسوي مثلا حتى نشوفك في يوم من الايام بافلام اجنبيه مو افلام عربيه يعني؟ هي يعني الافلام اللي شارك بها اجنبيه بس الادوار العربيه، احنا قبل ما اقول لك انا اللغه اشتغلت عليها قبل ما اجي لامريكا طبعا. يعني انا من جيت لامريكا انا اتحدث الانجليزيه يعني فلوينتلي، بس المشكله كانت عندي الاكسنت اشتغلت عليها هوايه، لان انا معظم الاصدقاء اللي عندي جاي هنا أنا كلهم امريكيين، اللي اشتغل وياهم يعني قليل عرب اكثرهم امريكان، الجيران كلهم امريكيين، حتى بالانتاج يعني يمكن انا الوحيد اللي عربي اللي اكون موجود وياهم. بالاضافه يعني دائما يعني انا هسه عندي هنا مكتبه موجوده بها كتابين بس عربي والباقي كله انجليزي، يعني عندي بس روايه نجيب محفوظ والقران، الباقي كله بالانجليزي، يعني حتى من اقرا روايات اقراها بالانجليزي. ودائما يعني انا عندي مثلا هنا بنتي جايه طفله فتحكي يعني حالها حال الامريكان، فدائما اسالها انه هل هاي الكلمه قلتها صحيحه؟ فتقول لي اي بيرفكت، او تقول لي لا هيك ما تقولها. احاول حتى اسال اللي وياي واقرا قصص امريكيه وروايات يعني دائما اسمع لها، يعني هذا السمع طبعا كل شيء يفيد. بس بدي اقول لك انه احنا الادوار العربيه محصوره بثلاث خانات، اما يعطونا دور ارهابي او متهم بالارهاب وهو بريء او ضحيه للارهاب، يعني احنا نريد نطلع من هذا الشيء. انا هسه هواي يجيبوا لي ادوار ما اقصدها. يعني اريد مثلا اعطي دور عربي بس يعني عايش هنا بامريكا حال حال اي مواطن موجود هنا، يعني انا اريد اطلع من هذا المجال. زين زين، ما عندك حلم تجي هنا؟ ما عندك حلم تجي هنا تسوي شيء يعني بالعراق؟ والله لا، انا يعني شفت قبل كم يوم تقريبا بقيت 3 اشهر بمصر، انا عندي اشتغل ويا سوني بيكتشرز اسوي لهم اعلانات، فعندي ممول يشتغل مع نتفليكس على اساس انه نشتغل فيلم عراقي انا كاتبه بالانجليزي فحولته للعربي، وعندي مسلسل ايضا كاتبه فعلى اساس ننتج. بس المشكله هنا شنو هي؟ انه شركه الانتاج تحتاج انشورنس اللي هي شركه التامين. بالعراق شركه التامين ما تقبل انه تامن هاي الشركه، تعرف احنا عندنا معدات، عندنا اي ممثل او اي شخص تصير به اصابه لازم فممكن ينصنع فيلم عراقي لكن خارج العراق. ما انا رفضت هذا الشيء، قالوا لي بالمغرب، احنا هون سوينا افلام بالمغرب، يمكن اكو افلام انتم شفتوها ما اريد اقول اسمها، افلام هي فاشله مع الاسف ما عكست الواقع العراقي، حتى الممثلين مو عراقيين اكثرهم كانوا. انا ما اريد اطبق نفس هذا الشيء، يعني عندي لوكيشن هنا قريب علي يشبه العراق، ما اريد انا لو اصور ببغداد لو ما اريد، فجاي احاول انه ممكن جايه ثانيه يعني احاول اجي للشرق الاوسط واجي للعراق. يعني اكو عده ممولين عرب ممكن اشتغل وياهم او بتمويل ذاتي من عندي، وممكن اي احد بالعراق شركات تقدر تتعاون وياي. اكو اخبار عن نتفليكس المنصه الاكثر شهره انه تدخل للعراق بانتاجات وتحاول انه تشوف مسلسلات عراقيه وتنتج انتاج خاص لنتفليكس العراق مثل ما صار بالكويت والتجارب الاخرى المصريه. الأردن أيضا، حتى بالأردن صارت على فكرة، يعني نتفليكس المينا ريجن. اي احنا نتفليكس بها يعني نوعين، اما انه انت تنتجين وتبيعي لهم يعني، او اكو شيء اسمه اوريجينال. هذا الاوريجينال انا هذا اللي هسه جاي احاول اشتغل عليه، انه هم ينطونا الفلوس واحنا ننفذ الانتاج. يعني صعبه هسه حاليا، انا جاي احاول، جدا صعبه. يمكن اكو شركات اكبر، يعني شركة مالتي صغيرة، بس يمكن اكو شركات اكبر تقدر تسوي هذا الشيء، ما اعرف. ممكن احنا مثلا اذا سوينا مسلسل عراقي مثلا 6 أو 7 حلقات نسويه باي قناة عراقية، يكون انتاج اول، اهم شيء ما يروح على يوتيوب ولا ينسرق، وبعدين ننزله على منصة نتفليكس. انا بالنسبة لي الشركة مالتي
اي فيلم اقدر او اي مسلسل اسويها، انا عندي موافقه من امازون برايم، هي ايضا منصه هي اقدم من نتفليكس، اقدر يعني اسوق عليها الفيلم او المسلسل. بس نتفليكس لحد الهس يعني لحد الان شويه جاي اشوف صعوبات، لان الممولين ما جاي يقبلون يمولون اي شيء بالعراق. طبعا اكو غير التفاصيل هاي ما اريد ندخل بيها، هم مع يجوز يعني عندهم اعذارهم. بالمناسبه انا اريد تعرفنا عن اخر الاشياء اللي انت راح تنفذها ب 23، شنو عندك؟ اي مشروع؟ عندي على اساس انا طبعا انا اشتغل فيلم بالعراق، بس للاسف كان اسمه ابني حسن عن تحرير الموصل، بس حاليا هسه جاي اشتغل على فيلم اسمه ذا ايراكي، دا احاول انه اسوي اكو بطل مثل ما انت تفضلت، بطل عراقي عايش بامريكا. هو الفيلم ذا ايراكي يعني العراقي، هو عباره عن ضابط سابق كان بالقوات الخاصه وعايش هنا لظروف ما، وتحصل له مشاكل مع مافيات هنا، فمثل يعني مثل ما يطلعون السوبر هيرو الامريكي، انا جاي احاول ان اسوي فالسوبر هيرو عراقي عايش بامريكا. يعني هي يعني قصه هي مالوفه هنا، لانه بطل تصير له مشكله مع شخص وهو عايش بحاله، بعدين يحاول الانتقام من الاشخاص اللي اذوه. جميل. بالنسبه لل بتقدر تذكر اسماء المسلسلات او الافلام اللي انت شاركت بيها؟ طبعا فيلم شرق الرمادي، فيلم ذا فريندشيب الصداقه، مسلسل ذا لاست شيب السفينه الاخيره، سنوفول، فايس بريزيدنت، موجوده طبعا اي شخص يكتب بالجوجل بس اسمي كتبه بالانجليزي تطلع كل الافلام تقريبا. مثلت ب 20 فيلم ومسلسله، من ضمنهم يعني اكو افلام قصيره ايضا، وايضا شاركت بالانتاج وانتجت اني افلام وثائقيه وافلام قصيره بس ما موجوده، يعني اكو موجود من عندها على امازون، الباقي كلها للمهرجانات. حلو، احنا ابراهيم اكيد نتمنى لك كل التوفيق وبانتظار جديدك، ودائما اكيد احنا نتواصل وياك عبر قناه اليو تي في. شكرا لك. شكرا ابراهيم. مشاهدينا بعد هذا اللقاء نروح لفاصل قصير ونرجع وياكم. إذن وصلنا وياكم مشاهدينا إلى فقرة أخرى، هذه الفقرات مستمرة، نروح لتواصل ونشوف شنو آخر الأخبار والفيديوهات اللي تصدرت مواقع التواصل الاجتماعي. بأول أخبارنا بعالم التواصل، تصدر فيديو السفير الياباني منصات التواصل الاجتماعي على فيسبوك وإنستغرام، وذلك خلال زيارته إلى محافظة النجف والتجول في أسواقها الشعبية. طبعا ظهر السفير الياباني وهو يأكل من الدهين والمعروفة بدهين أبو علي، ويقول دهين أبو علي كلش طيب. خلينا نشوف الفيديو أفضل. هذا اشتق حلبي، اشتق حلبي واسم المهل هذا جاسم، اسم المهل أم مالي، أنا ما أدري أم مالي فين، هذا بجوز، هذا بجوز، هذا جوز، هذا حمد، كلزين، كلزين. طبعا واحد يلاحظ السفارات الأوروبية بشكل عام حبهم لتعلم اللغة بالبلد اللي يقضون بمهمتهم الدبلوماسية، لكن أكو شغلة كلش أثارت انتباهي، أنه الآسيويين وخاصة السفير الكوري والسفير الياباني يتقنون اللغة العربية بشكل رهيب ولافت. يعني الفرق بين اللغة العربية والثقافة العربية حتى بالكلام والحروف بعيدة كلش عن الثقافة الآسيوية، لكن هذا يدل على ذكائهم. طبعا
ننتقل وياكم إلى خبر فني، حيث أثارت الفنانة المصرية فيفي عبدة جدلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي بعد رقصها وهي ترتدي الحجاب في أحد السهرات، حيث تعرضت لهجوم واسع على التعليقات عبر التعليقات على هذا الفيديو. طبعا نشرت فيفي عبدة مقطع فيديو عبر حسابها، خلينا نشوف موجود الفيديو لو خلينا نشوف هذا الفيديو. في خبر آخر لافت، تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو لهجوم تمساح على طائرة درون تمكنت من الإفلات من فكيه، حيث كان مصور الفيديو يحاول تصوير التمساح عن قرب باستخدام طائرة الدرون، لكن التمساح انقض عليها محاولا تحطيمها بفكيه. طبعا رغم القفزة الرشيقة اللي قام بها التمساح لأنه الدرون تمكنت من الهروب باللحظة الأخيرة، خلينا نشوف. في أحد شواطئ مقاطعة شيزوكا اليابانية تحديدا، كشفت السلطات اليابانية عن العثور على جسم كروي شكل غير معروف، ومنعت الشرطة المواطنين من دخول هذه المنطقة أو الاقتراب من هذا الجسم اللي لونه برتقالي ليبلغ قطرة قرابة المتر والنصف تقريبا. تم اكتشاف الكرة الحديدية على الشاطئ من قبل أحد السكان المحليين اللي اتصلوا، وأعتقد امرأة هي اللي اتصلت في الشرطة وأبلغتهم، وهذا طبعا يأتي بوقت الحديث عن ظهور أجسام فضائية. خلينا نشوف هذا الفيديو. لعبة؟ يمكن يعني. طبعا إلى هنا انتهت أخبارنا اللي تخص مواقع التواصل الاجتماعي، ننتقل إياكم إلى فقرة أخرى هي تهم أكثر شيء ربات البيوت، وفي غرفة كلش مهمة كان صاروا الرياجيل هم يهتمون بها لأن هم اللي يدفعون الفلوس، هي فقرة هي موضوع أو غرفة المطبخ، راح نحكي أكثر عن تفاصيل ديكورات المطبخ بالفقرة الجاية. هو ايش بيه المطبخ؟ كل شيء بيه المطبخ. يعني سابقا كان المطبخ يختلف، اليوم صار اكو اهتمام كبير بحجم المطبخ خاصة بالشرق الأوسط، عما يختلف عما موجود بالدول الأوروبية والدول المتقدمة. لأن ما يطبخون. ايه، تعتبر المطبخ ما يحتاج أصلا مساحة، يحتاج شيء بسيط وما يهتمون بذاك الاهتمام الكبير اللي احنا نهتم به، ونحن نعتبر أصلا المطبخ هو أهم مكان بالبيت، لذلك يعني حتى المبالغ اللي تصرف على المطبخ يمكن أكثر من أي غرفة أخرى. صحيح. طبعا اليوم راح نستضيف ويانا شخص اللي هو أكثر دراية بتفاصيل المطبخ وشنو الآخر المواد المستخدمة بديكورات المطبخ والفرق بين الـ MDF والـ HDF وهاي الأمور اللي كلها صارت معروفة عند كل الناس اللي هسه يجهزون مطبخ أو مجهزي بالفترة الأخيرة. رحب بضيفنا محمد العابد، أهلا وسهلا. أهلا بيك. أهلا بيك. محمد، بداية
طبعا احنا كل شركات المطابخ بدون ذكر اسمائها اكو تنافس بيناتها بالمواد بالديزاينز. صارت يعني المطابخ مو بس فتشي عادي يعني تفوت شركه يعني عملاقه بها مصممين. اكيد اكيد المصممين هسه يعني حتى من دول تركيا او العالم قاعد يوصلون يعني قاعد نجيبهم لهنا حتى يشتغلون بصوره صحيحه ونطلع تصاميم اوروبيه يعني المطبخ الايطالي، المطبخ الاسباني، المطبخ التركي. صحيح. وصار اهميه من ابو البيت او ام البيت من يردون يبنون البيت انه ما يهتم بالاساس بقد ما يهتم بالمطبخ. صح. احنا طبعا شوف اي شيء بالديكور بالصوره نعم. هو جميل لكن الاهم من عنده هو تنفيذه وشلون يتم تنفيذه. احنا اليوم شوي راح نحكي على التنفيذ ونظافه العمل والاتقان بهذا الموضوع. اكيد مرات يعني نعتمد التصميم نشوف تصميم ما نعتمد عليه 100%. عشان التصميم مرات يعني ما يجي 100% نفس ما الواقع. اول شيء المواد الاوليه مختلفه. ليش هو المصمم ما يصمم حسب المواد الاوليه الموجوده؟ اكو مصممين ما يصممون حسب المواد الاوليه الموجوده واكو يصممون حسب ياخذوا مرات من البنترست يتورط بيه. هذا يتورط مثلا بامريكا او شيء يجيبون لنا تصاميم ها مواد ما موجوده. يعني احنا هنا عندنا ال HDF، عندنا ال MDF، عندنا البلايوود، هذا كله ال MDF نسبه الخشب مالته اقل من ال HDF. ال HDF كثافه عاليه بالخشب ها يعني يساعد على الرطوبه تحملها قصدي يعني على مدار 50 سنه ضمان. ولا البلايوود هي طبقات خشب ها يعني يصير الهيكل الكاونتر ها هو بلايوود والوجه يصير HDF. ال HDF يصير اكل اسباني اكل ايطالي اكل تركي. ممتاز. طبعا اليوم اكو بالسوق العراقي مفتوح من المواد الكلش رخيصه الى المواد الكلش غاليه. يعني واحد يقدر يسوي مطبخ يمكن خلينا نقول يعني يقدر نقول 20 ورقه واكو يكلف 20,000 دولار طبعا. هاي حسب احنا نعتمد يعني هسه بشغلنا الزبون اللي يجي. يعني احنا بلد بالمستويات من الضعيفه للعاليه. فمن يجي يعني شخص مستواه متوسط اقول له مثلا يكلف الكاونتر فت 20,000 دولار ما راح يشتغل. المواد هو صحيح يكلف علينا احنا 20,000 دولار تمام، بس مواد اصليه مواد الرخيصة هي أو مو بس مسألة مواد أصلية هي نعم. بمواد شوية تكون بها ترف أكثر مثلا نوع المرمر المستوى الكثافة مال المرمر. يعني هسه من شخص يجيني زبون يجيني يريد كاونتر سعره فد 20 ورقة هذا ما راح يكون نفس المواصفات مال فد 40 ورقة أو 50 ورقة. المرمر الصناعي يختلف عن الكوارتز الطبيعي أو هو أصلا المرمر أكو مرمر طبيعي. الHDF اكل اسباني اكل ايطالي نفس ما ذكرت قبل شوي واكل التركي. التركي اقل. المطبخ اليوناني، المطبخ الايطالي، المطبخ الاسباني، شنو هاي اسماء المطابخ؟ منين جايه؟ جتي نتيجه التصاميم اللي عندهم قاعد تنقل عندنا فتسمت هيج. واكو شركات هواي فتحت يعني هنا التركيه الاسبانيه شيء، بس انما هي الاكسسوارات تختلف. حلو. بس اريد اعرف، أنا أحس أكو مبالغة بالأسعار. أكو مبالغة بالأسعار. يعني أنا أعرف مطابخ وصلت 50,000 دولار. صحيح. ما له داعي. ما له أي داعي. يعني أكو أسعار ويعني أنطيت. أنا ليش بجوز بالبداية أنطيت عذر لأنه قلت هذا أكيد يختلف ما دام 50,000 دولار، فهذا يختلف. بس بعد فترة بسيطة الخشب نفس المشاكل اللي تعاني منها بقية المطابخ الرخيصة يعاني من عدها هذا المطبخ. أكيد المواد هي نفس المواد، بس شنو يعتمد؟ أسامي. صار عندنا أسامي شركات صارت صح هذا ها أبي يعني شلون أقول لك بأسعار خيالية، بس يجي هذا هاي الشركة تشتغل بأربعين ورقة، هاي الشركة تشتغل بعشرين ورقة بس نفس الإنتاج. هناك نفس الكواليتي 100% أو بس الاسم هو الاسم. قبل كانت الأخشاب بها تفاصيل هواية، خلينا نقول الوجه مال الكاونتر. لكن اليوم أكو ميلان للحداثة اللي هي تميل للبساطة المودرن. سمبل يعني
ربات البيوت وحتى الرجل إذا يريد يشارك برأيه يفضلون الأشياء السادة، اللون السادة، يمكن يكون لونين مطعم بين اللون الخشب اللي يختاروه ويا لون المرمر أو الجرانيت. فإيش قد هذا خلينا نقول ساعد بتحديث ذوق الذوق العام للناس؟ هذا جهد يرجع للمصممين والأذواق الناس، إنه ساعدنا إحنا اللغة بعد سالفة يدات بالكاونتر صار كل هذا الهايدروليك كل تاتش، والالوان صارت بعيدا عن اللون مال البيت والصبغ او السيراميك او شيء، لا انت تجي المصمم يشتغل لك في التصميم وهي شيء اعتمد عليه. عملي هذا بدون يد بصراحه؟ لا عملي مو عملي يعني نظره احلى يعني، هو مو مثلا كنتور انت شاده كنتور حتى بيده، التاتش حلو مالته كله هيدروليك هاي واحد. ثانيا الكاونتر من يصمم حسب المساحه، يعني اذا عندنا مساحه صغيره ما راح يصمم نفس ما يريد الزبون انه لونين زين. اكو فد مساله نعم. احنا عندنا مشكله بيها، انت كمنفذ اكيد كلش قريب من هذا الموضوع نعم. اللي هي الادوات المستخدمه ما اعرف شنو اسميها انت، يعني الاكسسوارات؟ لا مو اكسسوار، اللي هي هذه اللي الاشياء اللي تستخدم للفتح الباب، لهاي التفاصيل، هاي النرمايد وما نرمايد مال مجار قصدي إيه؟ احنا نسميها اكسسوارات. هذه ليش تجي سيئه؟ ليش تجي سيئه؟ يعني هاي اذا قارنها هسه باي قطعه قديمه نعم ماكو اي مقارنه، هاي عبك بلاستيك، حتى الحديد اللي تجي مو قويه، يعني مثل ما قالت هسه ليش تقول هي مو عمليه؟ لان المواد المستخدمه مو عمليه تمام، يعني فتره وراسا تخرب لو نتيجه والباب تبقى هيك مفتوحه. اي والله شوي احنا همين نرجع ما عندنا حمايه المستهلك. اي هاي واحد. ثانيا المواد اكو رخيصه تجاري، اكو رخيصه تجاري واكو الكواليتي عالي، اكو مطابخ لا هيك يعني فخمه. المواد هسه بشغلنا اللي قاعد نشده النورمايد، ها قاعد نعطي ضمان بها 10 سنوات او 15 سنه، يعني بالاتش دي اف قاعد انطي بها ضمان 25 سنه. يعني اعرف انا بشغلي انه خال مواد اصليه ما دام مطي. ضمان شنو يعني ضمان؟ ضمان انه اكسسوارات سكه وقفت او اي تجي تبدلها اي او المرمر اذا طق همين يعني بحراره ما حراره هيك. اكو تعامل خشن فيخرب العتلات او هاي الامور الميكانيكيه بالمطبخ بشكل اسرع. بعد نرجع يم بس لا صراحه ان المطابخ الفخمه اللي يكون بها كواليتي عالي حتى هذه الاشياء هم تكون أكل مختلفه. اكل ملكيه، الملكيه تختلف يعني حتى اكسسواراتها تختلف، يعني ينضاف بها الخشب الطبيعي. خلي شويه نحكي عن الشغله كلش مهمه نعم. والناس هوايه ما يفرقون بيها اللي هي الام دي اف والاتش دي اف. انطيني تعريف للام دي اف وتعريف للاتش دي اف، يعني الناس تتخيل العكس انه الام دي اف هو الافضل، هالقد ما يسمعوه ويتردد اسم نوع الام دي اف على لسان المنفذين. نعم الام دي اف ولا الاتش دي اف هو اثنيناتهم خشب نعم. صناعي خشب مضغوط تاسس يعني وصنعوه نتيجه انه قله الخشب الطبيعي واسعاره غاليه رخص. تجاري هو يعتبر تجاري، هو خشب صناعي بس اجمل اجمل اكيد يعني كجماليه كل الالوان اللي بيه موجوده وقاعد يعني يصير متانته همين قويه. الام دي اف ولا الاتش دي اف؟ بس الاتش دي اف اعلى اللي هو اعلى كثافه يعني نسبه الخشب بس مو نفس الشيء. لا 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 فرق الام دي اف نسبه الخشب مالته اقل وبيه مواد كيميائيه هواي كل نفس الشيء. والاتش دي اف بداعتك لا لا هوايه يختلف. هسه انا اعطيك قطعه، انا بدي احكي لك عن تجربه تمام اعطيك قطعه مساحتها بس هذا اثقل اي اثقل ليش مزعج اصلا ثقله مزعج ليش لان الثقل مالته يعني يسبب مشاكل. انت تعرف الخشب اي ليش هو ليش يعني افضل؟ الخشب خفيف ما يسبب مشاكل، يعني انت من تجي تسوي كاونتر خشب حقيقي ما راح يصير به هذا الثقل اللي يخرب النرمادة ويخرب ما اعرف شنو يعني انت قصدك الخشب الطبيعي خشب الطبيعي اخف من الام دي اف؟ اي طبعا شلون؟ اخف يعني هذا مكبوس واوزانه كلش ثقيله بحيث يعني باب عرضها 50 ارتفاعها 90 ايه؟ على ثلاث نورمايد ها انطيك بها ضمان 25 سنه، اذا وقفت انا اشيل لك الكاونتر اجيب لك واحد ثاني. يعني هي ما دام صانعين شيء ثقيل
صانعين له شيء لزمه اقوى من عنده المفروض. اي فالاتش دي اف كثافه تعتبر 80% بالخشب الطبيعي. هي هم تغيرت. تشوف قبل من دخل الان دي اف، من دخل الان دي اف قبل نعم كان افضل بهوايه من هسه اكيد، وكانوا الناس اصلا يعني كلش يعني كلش هو يعني بالسنوات طريقه بالسنوات الاخيره هو هسه انكشف الام دي اف. وشي قبل كانت يعني تيجي 18 ملم حقيقي، هسه قاعد يجي 16 ملم. لا هو قصده انه الاتش دي اف اللي موجود حاليا هو الام دي اف سابقا قبل سنوات، لانه صار يعني اكو تجاره بالموضوع يعني هواي يعني حتى من تروح على مطبخ تسوي اكو الصيني واكو التركي وكل الايراني طبعا. فتختلف كثافه الخشب اللي هو لازم يفوتون هوايه اشياء لل يعني للزبون وتسميات مثلا جت فتره هاي كلاس هاي كلاس هذا فتشي على اساس يعني هاي كلاس موجود لحد الان. أيه. هاي كلاس نستخدمه للديكورات. اي انا كلهم مجربهن. اي كلهم مدمرين. مو عملي مو عملي هاي المشكله، كله عملي بس. أيه. يكون شغله صحيح 100% عملي. حلو زين. المراه او ام البيت شلون تقدر تسوي مطبخ ب خلينا نقول فالسعر انت اختار السعر؟ هسه راح تقول لي حسب المساحه وحسب الهاي، خلينا نقول المتوسط المعدل. هاي حسب المساحه. مساحه يعني متوسطه يعني مو مطبخ صغير ولا مطبخ كبير، يعني خلينا نقول مثلا 4 في 5 او 3 في 4 يعني خلي يروح لفد 3000 دولار. هاي 3000 دولار على مرمر طبيعي. هسه احنا قبل على الوقت هدايا على مد الوقت. نعم. اكو مساله اهم ما حكينا بها، هذا كله سهل الخشب والهذا بس الطباخ اللي المادة كهربائيات أكو مشاكل تصير، أكو ناس صارت عندها مشاكل احترق وقبل الطباخ، وأكو ناس ياخذ نار ما أعرف شنو، هاي مشكلة. تدري أنت الطباخ هذا يعني راح يكون مشكلة بالتنفيذ. إي ما أعرف مشكلة بالتنفيذ بنوعية الطباخ اللي موجود بس احنا شغلنا وراح يكون جزء من الكاونتر يعني أكيد جزء من الكاونتر. إي احنا جزء من الكاونتر نغلف الطباخ ها بالكوارتز المرمر الطبيعي حراره ما حراره ابد ما توصل للخشب زين. واما الكابينه اللي تصير بها الاوفن او يعني الفرن ولا المايكرو شيء هذا هم يتغلف من الداخل تتغلف ها ببليت خفيف. ليش يصير مشاكل؟ هاي بعد كهرباء العراق ها كهرباء اي كهرباء والهم يعني المواد اللي يشتروها مثلا طباخ اكو سعر لا هو على الغاز بس اقدر اشغله على الكهرباء بس يعني هو اكو بي اوبشن يعني استاذ بلال ذكر انه هو يصير البلتن فوق المر اي الغاز اي اكو غاز واكو كهرباء اي حتى الغاز ها كل الناس تستخدم غازي افضل اغلى هو طبعا يعني هذا الوقت يناسب خلينا نقول اجواء حياتنا هاي تجينا من القنينه للصندل هاي اذا كانت مو اصليه راح تسبب مشاكل. هو نفس الطباخ مو اي الطباخ اكو طباخ هسه احنا قاعد نشتري البلتن 4 عيون سعره 100 دولار ها واكو نفسه بالضبط ونفس الشكل سعره 1000 اها هاي المشكله هيك يعني هواي اكو شركات ها باسعار مختلفه. المنفذين للمطابخ تهتمون بهاي التفاصيل لو تقول انا مالي دخل يعني لا لا اهتموا انا بس لي علاقه بالاشياء الخشبيه لا شلون يعني هاي هذا شيء لازم نرضي الزبون ونرضي الله به يعني لازم ننصح بس الزبون اذا يجي تقول له هذا الطباخ سعره فد 100000 واكو طباخ سعره 500000 يا ابو هذا هسه 100000 بعد شهر شهرين نبدله كل فتره نبدله خب انت شد شيء اصلي ها بتكلفه خلي تكون فد يعني فرق فد 500000 على الكاونتر كله ما راح ياثر عليه. حلو زين بشكل عام شلون تشوف الكهربائيات وحتى المواد اللي موجوده بالسوق بشكل عام؟ عندنا اشياء يعني مناسبه وباسعار معقوله ولا عندنا بس الشيء التجاري والشيء العالي؟ لا اكو من الصفر للواحد عفوا من الصفر للعشرة عم دا أقول من الصفر للواحد ما ما طلعنا من المربع من الصفر للعشرة أكو المواد الرديئة والمواد البسيطة المتوسطة يعني خلينا نقول التجارية التجارية وأكو المتوسطة وأكو الأصلية أكيد أكيد بالنهاية تعتمد على كل شخص وإمكانيته هم أكيد هو يعني لازم يدخلون بلال مقبل على مطبخ جديد يعني انت استاذ بلال يعني ان شاء الله نتمنى انه شويه يصير اكو
يعني تطور بأعمالنا ويصير أكو يرجع المتانة ترجع تكون موجودة بكل مفاصل الأعمال. أكيد أكيد. إحنا شوي قاعد نعتمد هسه على الكادر العمل اللي قاعد يوصل لنا. هسه إحنا أنا عندي كادر تركي ها ومن الخليج همين يعني موظفين ها مصممين، والكادر العمل قاعد يجي تركي، الشركة التركية تجي هنا بمواد أصلية بشغل مضبوط قاعد تطلع ديكورات. ما نقدر نعتمد مستقبلا على كوادر عراقية هسه هواية نسمع أمور عن الجمرك والضريبة مستقبلا. أي مقاصرين الكوادر العراقية. كوادر العراقية أرقى كوادر شفتها ها يمكن يعني بالوطن العربي أو بالديكورات، يعني من يشتغل يشتغل يعني تطي تصميمي. إحنا كنا نعاني من هذا الموضوع. أكيد كنا نعاني. موضوع التنفيذ ما كان إنه أشياء موجودة. هسه التطور يوم عن يوم. أنت يعني عفوا اليوم شيء باكر ينزل غير شيء هذا مختلف. أي قضى علي صحيح. هيك احنا بالنهاية نشكرك محمد، نتمنى لك يوم طيب عزيزتي. مشاهدينا فاصل قصير وراجعين وياكم. مثل ما عودناكم مشاهدينا بكل يوم خميس تكون الموسيقى هي رفيقة ختام حلقتنا، واليوم أكيد رح يكون ويانا ضيف موهوب. خليكم ويانا حتى نتابع. يوم عبرنا المواهب اليوم على الاحتراف. الاحتراف موجود بعزف البيانو والأورج والكيبورد بحد ذاته. لما تكون اكو هناك مهارة للعازف، والعازف اليوم منو؟ ساهر الساهر المهم. حبيبي اهلا وسهلا بك ساهر. اهلا وسهلا. شلونك؟ والله مشتاقين. اي والله مشتاقين لك. ساهر انت عازف خطر مو؟ حبيبي والله هذا الشيء يعني الناس اللي تقيمه حقيقة يعني. إحنا يعني هذا حقيقة هاي، وأنت عندك مشاركات ولك اسمك، بس أريد أعرف هو شنو اللي يخليك تتميز عن أقرانك أو عن زملائك؟ هو أكيد واحد أهم شيء يسوي له هوية خاصة بالموسيقى. زين. هاي النقطة هي أصعب نقطة، يعني أنت تسمع مثلاً موسيقيين بس ممكن إنه تسمع فد شيء معين، لا هذا لون ساهر مثلا، هذا لون فلان شخص، هذا هاي الهوية هي. هاي الواحد يتعب الى ان يصنع نجم. هسه احنا حكينا قبل شويه بموضوع الفنانين، كل فنان له بصمه خاصه به. صحيح. مثلا حكينا عبد الحليم له بصمه. اي فريد الاطرش كاظم الساهر. انت شنو البصمه مالتك؟ البصمه مالتي الشغل الاستعراضي. انه احنا ندمج الموسيقى ناخذها نسويها خليط ما بين مثلا احنا عندنا حضارتنا. انا كلش تلهمني الحضارات بالفن حقيقه. الموسيقى مثلا رحت على لبنان، مثلا رحت على دبي، رحت على اي دوله كانت نشوف الحضارات مالتهم، القي نظره ادرس عنها، ممكن انا اخذ شيء من تراثهم بتراثنا ندمج يصير في شيء مختلف. يعني مثلا نروح على الحضارة اليونانية. يلا. جميل. ساهر ممكن هو هذا التنويع اللي نبحث عنه دائما. حلو.
انت يعني قلت انه كل الفنان لازم يصنع له هويه خاصه به، هذه الهويه مو بس بالاجواء، يعني مو بس بالموهبه الفنيه ولكن ايضا حتى بالاسم. فاني اريد اسالك ليش اختاريت الساهر؟ هل هي بسبب صلتك بصله القرابه اللي تجمعكم انت والقيصر، او شنو السبب؟ بصراحه القيصر هو لقبني بهذا الاسم. يعني هو اللي قال يعني هذا الاسم حلو راح يكون لايق لك، هذا احنا اللي اختارنا الاسم. يعني بس هو اسم يخوف قديم، يعني هو اكيد هاي شهاده كبيره من عنده. اي كان صغير وقتها اكيد، يعني لانه ممكن دائما راح تتعرف عن طريق القيصر. ما خفت من هذا الشيء؟ والله حقيقه يعني هذا شرف لي يعني، وان شاء الله اكون قد هاي المسؤوليه يعني. أي. حقيقه يعني، وان شاء الله نقدم شيء جميل الايام الجايه. بس المفروض يعني اعترض على شيء، بس ما اعرف جزء الوقت ما كان مناسب. شوف خل اقول لك فشي. لا لا خلي اعترض اول. اي مو انا اعرف ايش راح تجي على شيء يلا. كسوشيال ميديا وهذه الامور قصدك؟ انا معترض. اي كاظم الساهر دز على عباس ترتتا. اي عازف البيانو تعرفه كل زين، صديقي عباس. اي بس ليش ما دز عليك ذاك الوقت؟ انا كنت حيل صغير. أي. يعني وبصراحه طبعا تحياتنا العباس، عازف مهم خطر يعني، مبدع مبدع حقيقه. أي. يعني عباس صديقي واتعلم من عنده، ونوجه ايضا تحيه لاخو حسين ما شاء. أي. الله بيانستي اثنيناتهم مبدعين حقيقه، هم بامريكا حاليا. انا بذاك الوقت كنت كلش صغير يعني، كنت يعني بالمناسبه عباس اخذ الاول على العالم بعزف البيانو. صح. بشبابه بداياته يعني اخذ الاول على العالم اكيد. وهذا يعني شيء فخر انه حقيقه. أي. يعني مبدع مبدع جدا. خلينا نسمع. يلا نسمع موسيقى افلام، شو شيء يعجبكم تسمعون انت. انت انا الفت مقطوعه اسبانيه يعني دمجت ما بين الخليط العراقي والاسباني، راح نسمع جزء من عندها. طبعا يعني اليوم على الكيبورد والمفروض تعزف على بيانو، بس راح نحاول نطلع جزء حلو منها يعني. يلا ساهر، انتم عندكم موهبه بالعائله. صحيح. يعني يمكن مو بس انت صح بالعائله انه تعزف؟ عندنا يعني موسيقيين كثار بالعائله حقيقه. انا بس اريد اشوف ايدك ترويها للناس، انت مسوي تاتو باسم. أي. القيصر كاظم الساهر. صحيح اكيد. انا اريد اعرف شويه يعني خبرنا فد اشياء، لان احنا كلش فضوليين عن القيصر وعن تواصله ويا العائله. هو اصلا مقل بالظهور الاعلامي، مقل بالحديث هم حتى بالظهور الاعلامي، فشلون تواصلك ويا تسمع مقطوعاتك الموسيقيه من تسوي فد مقطوعه تاخذ رايه؟ اكيد طبعا هو حقيقه الى الفضل انه انا اكون بهذا المستوى. اكيد يعني يتابعني وحريص على الاعمال، يعطيك ملاحظات. اكيد حريص على الاعمال جدا يعني. شو كنت اخر مره تواصلت وياه؟ انا عضو من اعضاء فرقته. يعني سافر وياه؟ اسافر وياه وحفلاته كلها انا موجود. اذا انت متواجد وياه دائما على طول اكيد يعني، واستفاد من ملاحظاته اكيد يعني. هذا الشيء يضيف لي جدا شيء كبير يعني. شنو نصحك وشنو وجهك؟ والله نصايحه بالفتره الاخيره يعني. اكيد اكيد هو بعد القيصر يعني، هو يعني حتى شيء مهم يعني، حتى شوي نقترب اكثر. هو يكون عمك لو يكون استاذك بالعمل؟ بصراحه صراحة. بالعمل لا استاذي. يعني تقول له عمو لو تقول له لا لا انا دا احكي لك. اوكي اقول له عمو، بس هو بالعمل ماكو يعني ماكو لا صله القرابه وهاي. لا العمل عمل
خلاص يعني. لا خلينا نسمع شيء الكاظم. يلا نسمع قولي احبك. كيف؟ بس ما انطيتنا شيء طبعا، انا سالت اريد فد شيء سار فد شيء فد لا مستحيل ما ينطي. لا هو يعني انت هذا الوصف احنا كلنا نعرفه يعني من اصغر واحد الى اكبر واحد يعرف انه كاظم الساهر مهم، العالم العربي يعرف انه هو مهم. اوكي بس هو يعني انسان طيب حنين جدا بشكل يعني اكيد داعم موقف العدل. اريد موقف اريد فد مسج فد شيء يقول لي ما طاردك فد يوم من يصير عصبي بالشغل. لا هو اكيد العمل عمل يعني خلص العمل شيء مهم بصراحه يعني عنده يعني بينما احنا مثلا نطلع مثلا ناكل سوا هاي لا مثلا عم وابن اخو لا بس بالعمل لا يعني حلو. جدي بشكل يعني حازم بشغل حيل يعني زين عاد ورا ما تعزف نسال بعد غير اسئله يلا ما يجاوب شلون هسه ورا تجاوب شلون خوش قفله. ساهر لحد الان عزفت اشياء بسيطه. ايوه. ماكو لا عضلات ولا بالضبط. انا شايف فيلم اكيد شايف الاسطوره 1900. اي شايف هذا بيشو استعراضي كلش كبير بالسفينه بالسفينه وشيء يعني مهم صراحه. شيء خرافي. وهم غريب يعني. صحيح. اريد اسمع شيء يعني بحيث تحيرنا اريد. اي انا سبق قلت لك هذا كيبورد يعني أعرف. بيانو مساحات اكثر فاحنا نحاول نطلع احلى شيء ممكن انه يكون. يلا نعزف لكم تو جيري يلا. يعني هاي اقوى شيء تطلع بالكيبورد. أيه. اول شيء لانه الكيبورد يصير التاتش مالته يصير خفيف. صح. اي والابعاد مالته 5 أكتاف. البيانو لا ممكن يكون صح. اكثر والتاتش مالته قوي. يعني هاي كمعلومه يعني انتم تعرفون. احنا اكيد من معجبين وعشاق القيصر فنريد نسمع شيء الكاظم الساهر. يلا. اشياء صدق ما دام انت جيت. لا دقيقه ما حد اطلب منك. اكو دخول مهم. يا هو. ليل احساسي غريب. يلا دخول يعني عظيم. هو اصلا طلب الاغنيه بس بغير طريقه. يلا كملها ما يصير. يلا مو كريم المفارقة بهاي الأغنية؟ شلون؟ عيد لي السؤال. المفارقة بهاي شنو الغريب بهاي الأغنية تعرف؟ الغريب بهاي الأغنية إنه بتحس بيها الروحية التركية. وحتى بالأصلية دخل الباقلامة أو البزق. أيه. المرافق كفيانو هاي كانت غريبة. غريبة يعني. إي ستايل تركي كانت. إي وأول شيء بهاي الأغنية بالمناسبة هاي ككليب. إي الكاظم الساهر أنا معلوماتي جيدة يعني. لا ما شاء الله يعني. عليك. اول مره ما يحدد لحيته بالموس. انا المفروض انا اسالك مو انت تسالني. والله بهاي الاغنيه هو ظهر من عندها شباب قاموا يقلدون هذا الموضوع درجها من جوا يعني. اي ستايل كان. اي كان ستايل جديد. صحيح هو اي شيء يعني ستايل اكيد يعني بذاك الوقت يعني كانت مثل الموضه يعني. اي اي فهو سواها اول شيء والناس وراها. صحيح محبين طبعا. اكيد.
كلش قد تسافر، شلون خلينا نقول جدول حياتك بالعراق؟ يمكن ما دام انت تسافر ويا الفرقه الموسيقيه فانت يعني تواجدك بالعراق قليل. والله يعني اكيد يعني حسب السفر تدريب يعني حسب الجولات، حسب الجولات اكيد يعني حسب الجولات اللي تجي، ممكن اكو جولات قصيره اكو جولات طويله. هاي منظور زوجتك؟ والله احنا 24 ساعه فاتحين تليفون ونحكي 24 ساعه كاميرا يمكن ايه كاميرا لازم نسافر وياك. ايه والله يعني هو احنا يعني على طول ان شاء الله راح نسافر. حلو بالمناسبه يعني هم علاقتهم شويه استثنائيه، هي ما شاء الله عليها يعني مصممه ازياء ناجحه جدا يعني، وبصراحه الله رزقني بها حقيقه يعني، ومتفاهمين بشكل يعني حلو. اهم شيء يعني بالعلاقه يكون التفاهم يعني، ونوجه لها تحيه اكيد يعني. ممتاز، هي راح تجينا ان شاء الله ضيفه ان شاء الله. اكيد طبعا أكيد. ان شاء الله اكيد. ساهر شنو الجوله القادمه؟ وين راح تكون؟ باي دول؟ والله حاليا كل شيء ما معلوم يعني لحد الان كل شيء واضح. الموسم الصيفي طبعا ساهر راح تشوف هذا اللقاء مالتك اجوبتك ما معلوم حسب مهم لا مو جديات يعني بصراحه خلي اقول لك شغله يعني هو العمل هذا بزنس يعني يعني احنا ما نعرف شيء عنه، احنا يجينا مسج يعني احنا كجروب كامل ونعرف يعني المواعيد يعني هاي بس يعني اكيد يعني لو اعرف شيء يعني اكيد لو اعرف شيء كان ما قلت لكم والله. اي بالضبط كان فدتكم. زين اريد اعرف انت عندك هوايه نشاطات يعني ببغداد حتى ويا مطربين شباب اكيد، شلون تتعامل وياهم؟ شلون خاصه اكو شيء اي واحد يغني بطريقه كاظم يجي عليك؟ اي بالضبط، لان كوني يعني اشتغل وياه فيعني احنا قاعد انطي يعني مثل الاوديو قاعد يعني كنوطات والكوردات المكتوبه والايقاعات، فاعرف انا يعني الشغل مالته الحي شلون راح يكون فيعني فيتونس بالشغل بهذا الشيء. ممتاز. اي يعني نفس الالبوم يعني. حلو، شلون تثقف نفسك بالموسيقى؟ شلون تطور نفسك؟ شنو خلينا نقول الرؤيه اللي انت تصنعها لنفسك؟ اكيد يعني واحد يعني يشوف افلام موسيقيه، يشوف مثلا قصص نجاح غيره يعني يعجبني اشوف قصه نجاح بيتهوفن مثلا، شنو الامور اللي واجهها بحياته، شلون نجح، شنو الاشياء اللي نجحت وياه، شوبان، موزارت، ممكن الشباب. زين انت تعلمت بالبدايه منو علمك؟ استاذي طبعا انا عندي استاذين بصراحة، عندي استاذ كان على الشرقي وعلى الغربي، الاستاذ باسم صالحة العازف مال جورج وسوف هو اللي درسني بالشرقيات وطالي النظريات مال الكيبورد، استاذ فاهد مرجان هو استاذي بالغربي. فيعني استاذين يعني كان عندي من الطفولة لو اي من الطفولة اكيد اكيد طبعا يعني. وانا بصراحة كملت يعني كملت دراستي بسوريا يعني بسوريا. كم يوم أنا ساعاتي طويلة كلش. العفو، باليوم ايش قد كم ساعة؟ كنت 13 ساعة مرة باليوم. حلو. خلينا نسمع شيء. يلا اوكي. بس هالمرة مو تسوينا شيء هيجي. لا نشتغل موسيقى مال أفلام. يلا. يلا. دائما بالموسيقى خاصة بالمكاتب الموسيقية اكو خيارات، فاحنا المحترفين نسوي وياهم هاي الخيارات. اي انت بما انه محترف يلا راح نعطيك الخيارات وانت تنفذها. يلا مو اكيد. هدوء. يلا هدوء. طبعا هاي قطعة انا الفتها يعني من مؤلفات، طبعا هذا الالبوم يعني شوي معقد انه ما اريد انزله بشكل يعني بس انه خلاص عزف خلاص، لا اريد اسوي بيه فد لمسات سحريه مثل ما يقولون. ايه نشتغل هاي.
راح يريد العكس. صخب. صحت. صخب لو غضب. لا صخب. يلا. حلو. هيك احسن لك فرح. ريت شيء مفرح. فرح. يلا. أريد أسألك بصراحة جاوبني. العازف ينجبر يعزف أشياء؟ ممكن يعني أشياء تكون ضاربة بالسوق مثل ما يقولون. فواحد حتى لو ما يحبها مجبور إنه. مجبور يعزف. بالضبط. يعني كعمل كمهنة. بالضبط. بالضبط. شلون اللاعب مال حديد هو ما يحب تمرين الرجل بس مجبور عليه. لازم. زين اريد اعرف من عندك اكو يعني احترامنا للشباب واعتزازنا بيهم مثلا اكو شباب هم مو اكاديميين بس يعزف اورج يعني شايف مرات حتى بالسوشيال ميديا ويعزف ايد وحده طبعا صح ويعزف هاي الاشياء يعني هاي الاشياء شلون الشعبيه بالضبط ويتحدى يقول يابا مو فلان مو ذول العازفين دي يعزفوا لي بهدوء تعال شوف هاي شلون يعني هي هاي الصراحه المعزوفات العراقيه الجميله يعني بالضبط كل واحد يريد يتميز بوحده يعني هي تخصه يعني اي ويعني هسه ايش يسوون يجيبون مثلا مكسات يعني مثلا اغنيه هنديه حولوها سووها اي صح يدخل يعني بها معزوفة اي هسه هسه يعني احب ابشرك ان الاورج قام يعزف من وحده بعد ماكو واحد هاي شلون يعني؟ يعني انا اقول لك اكو فد شيء شو مسجل؟ اي ينحط مثل اللوب اي زين يدوس أوكي. يدوس زر تطلع لك الاغنيه الاصليه بعدين الاغنيه الاصليه تتحول تقلب شغلين بتصير معزوفه هو شنو شيء يسوي؟ قاعد وبيد النرجيله والعالم ترقص مالها هيك صار اي فعلا المعزوفات قامت تتلوب وتصير هذا اللوب يعني. تقدر انت تضيفه للاورج؟ لا انا بصراحه ما احب يعني اشتغل لا هو بس ينضاف؟ ينضاف اكيد اكيد بس انا هسه اريد اسمع من عندك شيء شرقي شيء شرقي يلا نشتغل شيء الفيروز لا ما اريد فيروز لا اشتغل بالضبط اريد غير شيء هواي نسمع الفيروز يعني تردين معزوفه شيء شرقي شعبي لو شرقي ممكن شعبي يعني شعبي ممكن شنو امكانيات الاورج اللي انت ممكن تستخدمها انا بس ابغى اشوف الامكانيات لا الاورج هو يقدر كل شيء يعني تردين اورج لا بيانو قصدك ما اعرف اكو فرق اي طبعا لا تحرجني موسيقيا انا معلوماتي على قد اي قصدها اورج أركان. إيه. تعال لازم نغير النظام. هي هاي آخر شيء هذا الكتاب. بمعزوفة شرقية شعبية. لا مو مع الشعبية وشرقية. اشتغل شيء طربي. يلا. زين. يطول الموضوع؟ لا لا نختم فقرتنا وحلقتنا بهذه المعزوفة الختام ويا راح يكون اصلا هو ويا ساهر افضل يلا
كمل شنو؟ كمل شنو؟ احنا الوقت يعني ما لا كمل راح تطلع ويا التايتل. يلا ردي راسل يلا لا مو على مود الوقت حتى ما يزاحمنا يعني. يلا كمل يلا لو وديع شويه سلطان